حياكم الله مشاهدينا ومرحبا ملايين عبر شاشة الفجيرة وبرنامج فوالة. نقدم لكم نحن وزميلاتي دائما بضيوفنا المتنوعين مواضيعنا الحلوة خاصة والتراثية بركن التراث مع زميلتنا عواطف. وإن شاء الله يا رب ما بقى شيء على رمضان وبيخلص فعلا. إن شاء الله نستغل هذه الأيام بالطاعة وصلة الرحم أهم شيء. وخلوني أمسي على زميلتي مروة حبيبتي. يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج فوالة. أكيد اليوم بتكون فوالتنا غير إن شاء الله. كم باقي على رمضان؟ 15 يوم صح؟ 15 يوم إن شاء الله بينتهي رمضان. يعني كان ضيف خفيف علينا. أكيد. يسعد مساك عواطف. ننتقل لركن التراث. يسعد مساكم وحلو ان شيء تقريبا وصلنا لنص الشهر. كانت ايام حلوه وقضينا يعني عدت بسرعه. نمسي بعد اللي قاعد يشوفونا. واليوم بركن التراث راح نسلط الضوء شوي على المراه اللي على مر التاريخ لعبت دور فعال وحيوي بكل نواحي الحياه بالرغم من قسوه الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه قديما، الا ان لها كان دور فعال وكبير. فاليوم بنحاول نسلط الضوء على دور المراه حتى لو بس شوي سوالف برمضان، بس دائما دورها مهم ونحب ان نتكلم عن دورها. المرأة دائما هي اساس المجتمع، نقول دورها موجود فعلا. من القديم الى اليوم فعلا. الحمد لله قيادتنا رشيده واهتمامها لين اليوم. القياده بدور المراه هذا بعد شيء. احنا نسلم بعد على خالاتي المتواجده اليوم معاك. خلاص محمد اشتقنا لها امس ما كانت موجوده. اي والله قالت انا مجهزه قصيده بس ما ادري على متى بتقولها. ليه قدام شوي بنقولها بعدين مو مشكله. الله يعطيك العافيه. عواطف لحظه، اهم شيء اذا محضي اذا في قصيده كذي يت في بالك الحين. لا ما يا في بالي شيء. ما يا في بالي. مريضه اليوم. مريضه حبيبي. سلام سلام جربت عواطف. اهم شيء اليوم الجيم. جاهزين انا حافظه. حافظه خلاص. اي الجيمات. اي وصلنا نفس الشهر. الجيمات اليوم زياده 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 دبس. شو رايك سهام؟ زيادة كيلو اليوم. تدرون ليش تقول زيادة دبس؟ لأن هي وزنها شافت وزنها وايد. شافت إنه وزنها مضبوط فأمورها حلوة. فعسبتي. وعلى فكرة المخرج يقول مو بأنتوا بس. كل الزملاء يبون الجيمات على فكرة اليوم يعني ما شاء الله. كان حتى بعد رافع إيدي يقول أنا أول واحد. حاضرين. وأكيد ضيوفنا أهم شيء طبعاً. وضيوفنا يبون الجيمات. أكيد أكيد. هو تم وتايهم. مشاهدينا اليوم ضيوفنا متميزين. كل مرة بكل حلقة معانا ضيوف متميزين. ضيفنا الأول مؤلف مخرج عماني شغوف بالنصوص الأدبية من القصة والرواية والمسرحية، له عدة أعمال فنية من إخراجه وتأليفه. اسمحونا بأن نرحب بالمخرج إبراهيم الخميسي. وأيضا ضيفتنا الثانية لليوم سهام تكتب بمداد القلب ومشاعر القلم قصة الإنسان والوطن بأدق تفاصيلهم وترسم بحروفها متاهات النفس البشرية وتنظم الشعر النبطي والعمودي والتفعيلة إضافة إلى النثر ما يؤهلها إلى أن تحسب من كتاب وشعراء الزمن الجميل. إنها الشاعرة الإماراتية زينب الرفاعي. لا لازم تجهزون بسرعة. يلا يعانين. واضح إنه يعانى من تحسب وتحسب صح؟ مرحبا بلايين ضيوفنا. يا هلا ومرحب فيكم. مبارك عليكم الشهر. وعليكم السلام. الإمارات والسلطنة. يا هلا ومرحبا فيكم. يعطيكم العافية. إن شاء الله ما تعبناكم. أبد. جايين أوكي مرتاحين؟ وإن شاء الله تتسامسون معنا بعد. إن شاء الله. السؤال التقليدي اللي دائما نبدأ فيه أساسا أول بداية يكون شوية في تويتر. خلينا نبدأ على طول نحن. أجواء رمضان معكم. خلينا نتكلم عن أجواء رمضان. والله يعني ما بقول متشابهة ما بين كل رمضان لا. نعم. كل مرة يكون في شيء مختلف. طبعا دوام وضغط العمل يزيد في رمضان. سبحان الله. نعم. بسبب يعني قصر وقت العمل ومحاولات للكتابة شوية مع قراءة قرآن وصلاة التراويح. الحمد لله. وأجملها طبعا لنقضيها الأوقات اللي نقضيها مع الأهل. أكيد طبعا. والله الحمد لله الأجواء طيبة وخصوصا على نهاية الفترة في أمطار في السلطنة والجو صار لطيف وكذي. الحمد لله الأمور طيبة. أما بالنسبة للمجال الفني خلاص الأعمال اللي حضرناها قبل رمضان والحين بس مجرد أن نشاهد الأعمال يعني. ونشاهد النجاحات وردود الفعل وكذا يعني. نعم. والحمد نعم. لله زينب، هل بالنسبة لك اختلف رمضان بين الماضي والحاضر؟ تحسين أن في اليوم اختلافات في أجواء رمضانية ولا لا نفسها؟ والله الأجواء رمضانية يعني دائما متجددة أقدر أقول لك على مستوى الفرد مثلا. صحيح. أذكر أني كنت أقضي رمضان كامل يعني مع الأهل في أيام الجامعة، لكن اليوم بسبب ظروف العمل أكون بعيد،
فأقضي بس في الإجازة الأسبوعية. نعم. فصارت الأجواء مختلفة أكيد. بالنسبة لك إبراهيم؟ أكيد في اختلاف ما بين الماضي والحاضر. الحين صارت شوية الواحد في عمله وفي التزامات أكثر عن أول، بس ما حس على أنه فيه ذاك تغيير الكبير، يعني حس على أنه بعض الأمور موجودة. نعم. مثل على الطقوس الرمضانية مع الأهل وكذي، مستمرة على نفس الطابع اللي في الماضي، يعني ما حصل يعني. يقول أجواء رمضانية أكثر شيء تكون فيه فعلا لمة الأهل أكثر. صحيح. زيارة الأرحام وشيء، الحمد لله الواحد يستغل هالشهر في المواضيع. صحيح. أكيد. زينب، خلينا نتكلم عن الشعر وبدايته في هذا العالم الجميل. البداية كانت مثل كل البدايات، يعني المحاولات. أول شيء لما تكتشف الشخص، يكتشف موهبته. نعم. بعدها عدة محاولات في الكتابة، بعدها محاولة لتهذيب الموهبة. جميل. وصقلها. صحيح. يعني أقدر أقول أنها عبارة عن محاولات لا تزال لليوم مستمرة. في كل مرحلة طبعا تتغير إلى أن تصل إلى النضج اللي نحن نتمنى. نعم. خبرنا إبراهيم عن علاقتك بالأدب والنصوص الأدبية. والله أنا علاقتي علاقة قديمة، يعني أنا بديت في المجال الأدبي من أيام المدرسة. نعم. كانت عندي محاولات بسيطة في الكتابة مثل القصص القصيرة والخواطر، وكان تشجيع من المعلمين في هذيك الأيام على أني أستمر في هذا المجال، وواصلت يعني في مجال كتابة القصص القصيرة إلى ما حسيت أن يوم عن يوم في تطور يعني بالنسبة لهذا المجال، لأن هذا المجال يظل على أن الواحد يعشقه بأكثر، يتمسك فيه يوم عن يوم، يكبر يعني في داخله ويصير على انه لازم على انه يمارسه على طول. نعم. استاذ ابراهيم، زين الشخص الكاتب في الادب يعني القصص والروايات له ميول شعريه؟ ما بدائما. نعم. لان احيانا الواحد هو النثر يختلف عن الشعر. نعم. يعني الواحد احيانا يكتب قصص قصيره بس ما يكتب يعني في مجال الشعر، واحيانا يكون مع الاثنين، يعني يكتب في الشعر ويكتب في القصص القصيرة أو الخواطر أو التأليف بشكل عام، سواء كان نصوص أدبية من مسلسلات أفلام كذا يعني. نعم. زينب، يقال أن بعض الشعراء يكتبون قصيدة والبعض الآخر القصيدة اللي تكتبهم. الله. تكتبهم أنت من أي نوع؟ والله عزيزتي، يعني نحن لما نكتب القصيدة، القصيدة تكتبنا أيضا لكن دون أن ندري، فتختزل منا الكثير في جوانبها. فالباحث والمتعمق في قصائدنا يلقانا، يلقى الشاعر دائما حاضر في قصيدته، لأن القصيدة في النهاية راح تكون يعني نسخة مشابهة لك. أسألك سؤال، شو أحب قصيدة كتبتيها لقلبك؟ تحسين أن فعلا هذه القصيدة هي اللي كتبت مو بأنت اللي كتبتيها؟ أعتقد قصيدة فقارة حظ. خلينا نسمعها. إن شاء الله. والله هاي القصيدة يعني من القديم جدا. أقول نامت على صدر الليالي يماني، وتساقطت من رمش الأحلام سيرة، يلي تعدوني وأنا في مكاني، أنا حلمت وكانت يدي قصيرة، باقي المدى واهز كتف المعاني، وأقول يمكن تالي الوقت خيرة، والوقت ما تصدق علينا بثواني إلا وخيوط الهم تغزل مسيرة. يا صبح نتوحد معاك وعساني، ألقى الضياع اليوم منك بصيرة، يا صبح علم هالصغار بزماني، إنا كبار وعشنا دنيا صغيرة، ما هو غريب الدمع وإحنا نعاني، دام السما تبكي مع أنها كبيرة، حنا فقارة حظ بس الأماني تكسي عرات الحظ في كل ديرة. لكن يقال بأن يوم بنكبر وبننضج نقدر نحلم بأحلام أن حتى الحاف نقدر نغطي في ريولنا. صحيح. 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 يقال شو المثل اللي يقولوا، مد الحافك على قد ريولك، ولكن قاتل مع الوقت نكتشف أن نقدر نكبر الحاف ونشتري الحاف ونوصله. نعم. كل مطعم على قد ريولنا. هدف أنت تحقق الهدف وتوصل له. صحيح. دائما نكون إيجابيين في مواضيعنا أو كلماتنا، وإن شاء الله كل الحظ لك. إن شاء الله أجمعين. شكرا. بس عيبتني أني فقير حظ.
حبيتها. الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه ابراهيم. بداياتك في دخولك الى عالم الفن كاخراج وكتابه ونصوص، هذه خلينا نتكلم عن هاي التوليفه كلها، بدايتك فيها. بالنسبه للتاليف مثل ما ذكرت قبل، على اني انا الف من زمان واحتفظ فيها النصوص لنفسي، يعني من ايام المدرسه من ايام الكليه وكذا، الا لما بدت الفرصه الحقيقيه، لان اعتبرها على انها فرصه الانطلاق الاولى يعني. كان في اعداد واخراج الفيلم الوثائقي عصاي العمانيه مع شركه سما للاعلام الرقمي، وصراحه كانت تجربه جميله جدا يعني، وانا فخور على اني من اشتغلت هذا العمل يعني الحمد لله. قصه هذا العمل، العمل هذا صار كله بالصدفه، ويمكن انا ما اكون يعني هي قالت فقير حظ، وانا اقول يمكن اكون من شو فقير حظ، وانا شو بقول عن نفسي، انت محظوظ العكس محظوظ لان صار كثير حظ كثير حظ يعني كثير حظ الحمد لله. كان بالصدفه على ان محمد تمال المعشني اللي وجه له تحيه طلب مني كتابه النص للفيلم الوثائقي عصاي العمانيه، نص التعليق، وبعدين جزاه الله خير بدأت في الموضوع وكلفني بإخراج الفيلم وثائقي عصاي العمانية، وحقق نجاح كبير ما شاء الله، واختاروه في 2017 في مهرجان التلفزيون الخليجي ضمن أفضل الأفلام، حصل على المركز الثالث ما شاء الله. وهذه كانت تجربتي الأولى. بعدها استمريت في إخراج الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، انتقلت لإخراج كذا برنامج، يعني أحس أنه في تطور في المرحلة في التلفزيون من 2011 إلى اليوم الحالي، فرصيدي كذا برنامج تلفزيوني وأفلام وثائقية وقصيرة الحمد لله رضا يعني. إن شاء الله مش هاي ينتشر هالحظ حقنا كلنا إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا نحسن إحنا ما نحسن إحنا نغبالغ في القصيدة يعني. غبطة إن الواحد يتمنى الشيء بدون زواله، فنحن نتمنى هالشيء إن شاء الله. أكيد وسهام يعني نحن الشعراء والشاعرات نبالغ يعني في تضخيم الأمور. أحيانًا تمرنا الجمال ترى. صحيح. الجمال. تمرنا حالة شعورية معينة نحب نضخمها يعني ونسوي منها قصة ودراما ونكتب فيها القصائد. بالعكس تنظرون للأشياء صح. بتفاصيل ومن جوانب أخرى ما يتشوفها الشخص العادي. صحيح. ككاتب. صحيح. تعددت المسابقات الشعرية زينب وأصبح في خلينا نقول منفس جديد للشعراء أو فرص جديدة للشعراء تولد خلال هذه المسابقة، هل أنت مع أو ضد هذا الشيء؟ وماذا أضاف لميدان الشعر؟ ضيب القهوة. أنت سؤال فيه بس تمام. بخصوص المسابقات أنا أشوف أن يعني من فترة لأخرى هذه المسابقات تضخ الحياة مرة ثانية للساحة الشعرية يعني، فتبعدنا عن الرتابة والملل في بعض الأحيان. التنافس مطلوب من فترة لأخرى بين الشعراء أو حتى في يعني كل المجالات. نعم. فأنا أشوف أنها مهمة جدا للشاعر عشان تحرضه لكتابة الأفضل أكيد. نعم. وفيها إثراء يعني لمعرفته ولثقافته أكيد بسبب احتكاكه بلجنة التحكيم مثلا أو بزملاء الشعراء. الساحة الإماراتية شو تشوفين التفاعل فيها؟ تفاعل شاعرات الساحة الإماراتية؟ والله شاعرة لها دور يعني واضح حاضرة في الساحة الشعرية مقارنة بالسابق. أنا أشوف أنها يعني حاضرة وحضورها جميل ومشرف، سواء بالأغنية الإماراتية سواء بالأمسيات والنشر أيضا. نعم. شكرا. هلا ومرحبا إبراهيم. من الأدباء اللي تأثرت فيهم أو حبيت تقرأ لهم؟ أنا صراحة كنت يعني فضل. يا مرحب فيك. أنا أحب أقرأ مثلاً بدر شاكر السياب، نازك المنايكة، وعن الكاتبة الجزائرية نغام مستغاني. أحس أن فيهم هذاك التصوير وهذيك الجراءة البلاغة وهذيك الجراءة في الطرح أحياناً كذا يعني. على فكرة بعد كتاب نسيان.com أحس الشباب ما يحبون احلام مستغانمي. غريب انك تحب احلام مستغانمي الصراحه. ليش انا قلت الجراء؟ لاني عرفتي وقال احلام. لا صراحه هي اسلوبها شويه شيق بغض النظر اذا كان في صف المراه او صف الرجل. يعني تعجبني اختيار الكلمات، اختيار المفردات اللي هي تحطها يعني. اللغه الشعريه عندها عاليه. صحيح. تضرب في الصميم بالكلمات اللي تختارها يعني. حلو.
حلو. لكن تحب الأشياء يعني الشعراء والكتاب القديمين، يعني ما في حد من الزمن الحديث اللي اليوم طالعين. ما في أحد يعجبك؟ صراحة في كاتب سعودي أوجه له تحية، هو يعتبر صديق نفس الشيء، الشاعر والكاتب ياسر العتيق. لها روايات جدا جميلة يعني، وقريت كذا رواية من تاليفه، يمكن رد على الجيل الجديد يعني. من أدب التاريخ وكذي يعني ما تحب تقرأ؟ في يعني بس مرور الكرام يعني. أو على حسب. على حسب. المفروض سهام تنقلين السؤال حق زينب. صار عندي فضول ابغى اعرف منو تقرا. يعني بنكمل عليها اصلا. قراءاتي متنوعه، احب اقرا مثلا قراءات ثقيله اخليها للاجازه الاسبوعيه مثلا في الفلسفه. حلو. احب اقرا في الامور اللي ما افهم فيها ولا اعرفها، يعني مش مرتبطه بعملي ولا بالشعر. مثل ما خبرتك الفلسفه مثلا في الاديان، اقرا حضارات عن حضارات البلدان وغيرها كثير. بس مثلا في الادب اقرا كل شيء جميل. احب اللغه الشعريه العاليه عند الكتاب لانها تلهمني ايضا. ومن الكتاب الاماراتيين؟ الاماراتيين عندي صديقه اوجه لها تحيه، ايمان اليوسف، كاتبه روائيه جميله ومثقفة. والله الأسامي وايد، فأخاف أظلم أحد، بس مطلعة يعني على الساحة الأدبية عندنا وأحب أشيد فيها. نعم. خبرنا، هل واجهت صعوبات في مجال عملك إبراهيم؟ قصدك بالنسبة للعمل عن الموهبة صح؟ نعم. غير بعيداً عن الموهبة وأيضاً هو مخرج صحيح، أنت مخرج، هل واجهت صعوبات أيضاً كأخرج؟ هناك الطموح اللي عند الإنسان هو اللي يفرض إذا كان في هذا المجال. ما حد، نادر ما تحصل على أن الشخص يتوظف في المجال اللي هو يحبه. نعم. في أحياناً حسب الظروف وحسب الإمكانيات على أنك تتوظف في مجال بعيد عن الموهبة اللي أنت فيها أو المجال اللي أنت تحب. أنا توظفت في المجال المائي الحمد لله يعني، بس هذا ما أخذني من مجال التاليف أو مجال الإخراج اللي أنا شغال فيه الحمد لله يعني. بحاول على أني أرتب قدري ما بين العمل وما بين الهواية. نعم. زينب، عندك قصيدة جهزتيها أو تحسين هي تصلح أنها تكون كقصة؟ قصة يعني تكون قصة؟ يعني أحولها، أنا بقولك عن الشعر، هاي القصيدة أحولها إلى بداية مسلسل، بداية شيء كذي. والله ممكن بعض القصائد يعني يتم إدخالها في مسلسل. أعتقد أن أنا حابة يعني أسوي هالشيء. في مسلسل معين قلتي هذه قصيدتي أنا كانت تصلح لها المسلسل كمقدمة؟ خليني أقول لك إياها بشكل ثاني. مرة كنت أشوف مسلسل وبعض الأفلام والمسلسلات والحوارات اللي فيها ملهمة أيضا. فكتبت مقطع أذكر على يعني إحدى مسلسلات رمضان وايد يعني قديم هالموضوع، فأحب لو صارت فرصة أن أكتب لي مسلسل مثلا مقاطع شعرية أو أغنية البداية أحب يعني. نعم. بس أنت قلتي أن في مسلسل ألهمك أن خلاك تكتبين مقطع، ممكن نسمع؟ أكيد يعني. أكيد. أقول واللي وفى ليته ما مره لي وفا، لأن الليالي عرته لما سقطوا حولي كثير، لما وقفوا حولي يبيعون الوفا، ما همني خذلانهم، أنت اللي خذلانك كبير. الله. زينب، عندي سؤال لك. تفضلي. أباك تجاوبيني بصراحة. الأشخاص الكتومين أحس أغلبيتهم يكتبون لأن ما يقدرون يتكلمون أو ما يقدرون يعبرون. يقال بأن أو أنا أقول أن الشخص الكاتب هو يثرثر ولكن على الورق. صحيح. متى تثرثرين على الورق؟ تحسين يوم الحزن بمشاعر الحزن، يوم تكونين حزينة أو زعلانة، أو يوم تكونين فرحانة وكلك إيجابية؟ أوكي. برد عليك بقصيدة؟ لا. بشطر للشاعر خالد الفيصل يقول عمر السعادة ثواني. فأنا أعتقد، هذا اعتقادي الشخصي، إن نحن ما يمدينا يعني نعيش الفرحة، نحب نعيشها لأنها ما متواجدة على الأغلب يعني في حياتنا.
فنكون مشغولين فيها وما يمدينا نكتبها. بس الحزن هو الأوفى معانا، هو يعني القريب من كبيئتنا. يعني يمكن بيئتنا اغلبيتها تجي تحسين فيها الاحساس الحزن. صحيح، مع ان الحمد لله يعني الحمد فيها لله. الهام وفيها كل شيء، بس بعد ما زال يمكن الحزن هو القريب الى نفوس الاقرب للمتلقي. ابراهيم متى، انا بعيد نفس السؤال، متى يثرثر على السطور؟ مع ان المخرج على فكره ضحك على الكلمه. متى تنقل او متى تكون انت تحس نفسك انت الحين القلم لازم تمسكه وتكتب اللي في خاطرك؟ لما مثلا تكون فيه قضيه معينه لازم على نتكلم عنها. انت مع القضايا المجتمعيه؟ يعني جميل. مثلا قضيه اجتماعيه تصير، موقف صادفته واستفزني علني اكتب. حلو. مثلا اذا كان في مجال تاليف الافلام قصيره او كذا، يعني احاول على ان بهذا الموضوع يعني اميل للجوانب الاجتماعيه مثلا، جوانب انسانيه. لان في مره صار امامي موقف وانا ما كنت اتوقع ان في هذا الوقت يصير موقف انساني بهذا الشكل. يعني على طول المره جات حاولت على اني احط سيناريو يعني واضيف فيه وكذا، والحمد لله مشت معي. يعني نشوف في عامل مشترك ما بين الشاعر والكاتب، انه هو العمل الاستفزازي، الموقف الاستفزازي هو اللي يخلي قريحتكم تنفجر او قولوا تتفجر وتطلع هالابداعات كلها. اكيد الحمد لله. يوم تحسين بطعم نجاح في حياتك او خطوات النجاح، ان انت ياسة تصعدين، هل يعطيك مسؤوليه انك بتقدمين الحين الافضل وتخافين؟ اكيد الخوف ملازم للكاتب والشاعر واي مبدع في اي مجال حقيقه. دائما لما نقدم عمل جميل او مثلا نشوف الفيدباك عليه عالي، يعني ينتابنا خوف ان ماذا بعد، شو راح نقدم. فهذا الخوف طبيعي وحاجة مسؤوليه. اكيد بس حلو ان الانسان يحاول يطلع منه، لان اذا بقينا فيه اعتقد ان بنفوت على انفسنا فرصه ان نكتب نص جديد او نقدم عمل جديد. نعم. بالنسبه لك ابراهيم نفس السؤال، يوم تحس بنجاح اكيد انا بتكون في مسؤوليه. تحس بمسؤوليه؟ بتكون في مسؤوليه، تحاول ان تقدم عمل افضل من العمل اللي قدمته، لان اكيد ان الجمهور راح يترقب منك الافضل، ما راح يترقب منك الأسوأ. اذا انت عملت على نفس المستوى العمل اللي عملته في الاول، معناته انك ما تطورت، معناته انت ما استفدت اصلا شيء من التجربه الاولى اللي اخذتها. بس اذا قدمت افضل اكيد معناته انت استفدت من التجربه وعندك طموح انك توصل لاكبر مستوى. صحيح، هذا هو الاهم من النجاح، هو المحافظه على النجاح، انكم تحافظون على نجاحكم. بنشوف فيديو ويا بعض لابراهيم. ابراهيم فظيع. انا بعرف قصه هذا الفيلم، هو فيه شكله قبايل ثار وغيره. هذا الفيلم طبعا البرومو ماخذينه من الماضي، لان العمل يتكلم عن ماضي وحاضر. نعم. يعني كانوا شاطرين تعرفين على ان اول كانت الحياه مختلفه عن الوقت الحالي. صحيح. بالنسبه للثار، بالنسبه للمشاكل اللي تصير. نعم. بالنسبه لكسب الرزق، بس امور كثيره. صحيح. احنا حاولنا في هذا العمل على ان ناخذ مقارنه بسيطه عن مثلا الامن والامان والاستقرار في الماضي وفي الحاضر. صح. ورتبناه بطريقه معينه، بطريقه دراميه، على انه يكون نفس الشخص اللي كان في الماضي نفس الشخص اللي عاش الوقت الحين. يعني تعرفين كيف كيف القانون يحمي الحين وكيف قبل؟ ما له دخل بالقانون، بس له دخل بالمقارنه اللي يسويها الشخص. مثلا بضرب لك مثال، الحين كثير من الجيل الحالي ما يعرفون عن اللي يصير في الماضي. صح. يعني معظمهم، يعني لما تجلس مع شخص كبير في السن وكذا يقول لك على انه اول طالعين من مكان الى مكان مثلا في مسافة. شهر في شهر مثلا. صح. او في شهر ونص، يستغرب يقول انا هذه عادي بست ساعات بالسياره. يعني فهم علي؟ اضرب لك مثال يعني. صح. يعني ما يقدرون كيف النعمه اللي هم فيها. الحمد يعني لله. من ناحيه الامن والامان والاستقرار والحياه الكريمه يعني بمختلف كذا. يعني رسالة الفيلم يعني. نعم. هو هذا الفيلم من إنتاج مؤسسة عمان ميديا الإنتاج الفني، من تأليفي وإخراجي. نعم.
ووقف معي شخص يعني ما انسى فضل ابدا، هو الممثل السيد الدرعي اللي كان في ماسك جانب مساعد مخرج في الفيلم، وجه له تحيه يعني وقفته طيبه كانت معك، جزاه الله خير. الله يعطيك العافيه. ابراهيم، من هو الناقد الاول لك؟ نفسه اللي ذكرته الحين، سيد الدرعي. هذا هو الناقد الاول لك؟ يعني انت مؤمن بكل كلمه يقولها؟ اكيد اكيد، وحتى انا اسمع له وي عمل اعرضه عليه قبل، فهم علي؟ نعم. اعرضه لان سعيد الشخصيه الاقرب لي في هذا المجال، وعارف على ان اي كلمه نقد فيها مصلحتي. أكيد. سواء كانت سلبه او كانت ايجابيه يعني. نعم. انا ما من نوع الناس اللي يتذمر او يتنفس او يعصب اذا وجه له نقد سلبي. نعم. يعني في النهايه نحن ما واصلين لدرجه الكمال يعني، الحمد لله. وفي هذا وهذا المجال يباله باع طويل، لان الواحد يوصل فيه للمستوى هو خلاص ما يتقبل فيه نقد. انا اتقبل اي نقد، والشخص اللي بيوجه لي نقد ينفعني على راسي يعني، بالعكس هو خدمني ما انه. نعم. كان سلبي بالنسبه لي. مروه، ما تلاحظين الضيوف تجمعهم صفه واحده؟ صحيح دوم، صح، الضيوف اللي ويانا في حلقه واحده تجمعهم دائما، يعني صدق اشياء مشتركه، هدوء ما بينكم، في هدوء جدا فعلا. يعني حين يكونوا ضيوفنا مشاكسين اثنينهم، لا فعلا يمكن متفقين في الكواليس. لا والشخصيه واضحه. زينب، لجؤوا العديد من الشاعرات الاماراتيات والكاتبات الاماراتيات، خلينا نقول لي اللجوء الى اسم مستعار، منهم شهرزاد الخليج. صحيح. اللي هي دوم يقولوا انه كتاباتها رائعه، ولكن هي ككاتبه تخاف الاضواء. هل تعتبرينها خوف؟ بغض النظر عن هذه الكاتبه يعني بعينها، سبب واضح هو يعني المجتمع اللي نعم. تضطر فيه المراه في وايد مجالات انها احيان تتنازل عن طموحها. صح. مثلا او انها يعني تحرم المجتمع حتى من أنه يضيف جمال لأنظاره. فاللي يصير أن المجتمع يخلي الشاعرة يعني إما أن تظهر باسم مستعار، صحيح، وهاي يعني فرصتها الوحيدة أو طريقتها الوحيدة، في حين أن لما شاعرة تختار أنها تطلع بهذا الشكل يعني تحتاج أنها تبذل جهود مضاعفة عشان صحيح. تبرز اسمها سواء في النشر أو في الظهور الإعلامي أو غيره. نعم. فأعتقد أن الشيء صعب على شاعرة، لكن ما شاء الله فيه كثير شاعرات متميزات خلف أسماء مستعارة. صحيح. بنروح نحن وياكم كلنا بريك علشان أجيب لكم من هناك، مركنا تراث الجيمات. فاصل سريع مشاهدينا، وردي لكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا. صراحة الجيمات اليوم ولا أروع، كل مرة طبعا صح اليوم صح. يعني بس سمعتي التعليقات شو يقولوا لك؟ يحطوا لك ميزان عند باب على الستيديو. فكرة أنا ياسا آكل وينزل وزني، كلهم يعني بسم الله ما شاء الله، خايفة. الله يحفظك، الله يحفظك، خايفة. وأنا بكمل عندي بس بعد السؤال، بعد ما أسأل ضيفنا أستاذ إبراهيم، وين تشوف نفسك في الإخراج؟ أنت جاوب وأنا بأكل. من أي ناحية يعني؟ بالإبداع، من نظرتك للإخراج، هل أنت يعني تشوف نفسك في المراحل العالمية وصلت ولا ما زلت المحلية؟ لا أنا أعتبر نفسي بعدني في بداياتي، يعني ما أعتبر نفسي على أني حققت هذاك المستوى اللي أنا أطمح له، يعني طموحي أكبر من المستوى اللي وصلت له. بعدين العالمية وين وأنا وين يعني نعتبرها البداية. لا إحنا ما نقول بتعقل ما نقول إن العالمية وين، بالعكس. سعيد أبو خالد يقولك المبرز يقول شيلي عنها، أنا ما عرفت السؤال، كنت أسألك كان في جانب من الجوانب صح. أي جانب سهام. على فكرة أنا برأيي يعني لا تجاوب كل. يعني أنا أقصد شو يعني، خلاص بسولف يعني شو أنا أقصد، أنت قلت وين أنا وين العالمية، فعلا. بما أن نحن أنت في البداية قلت أنت أنا إنسان محظوظ فعلا، بس بداية بس الحلقة أنت قلت أنا لا، بس بما أني أنا العالمية يعني أشوف نفسي مبدع محليا،
وتشوف عندي رؤيه واضحه، ليش لا ما اكون يبالي كثير يبالي كثير يبالي اشتغل على نفسي اكثر. اوكي هذا هو يبالي على اني يكون عندي خبره اكبر لاني انزين هذا هو قول انا بادي في المجال تقريبا حقي اهداف بضع حقي خطوات وبوصل الى العالمية ان شاء الله. بس انا بادي في المجال هذا تقريبا من 7 سنوات يعني ما مش عذر. الشيء الثاني يبالي على اني اكون دارس اكاديميا اكثر في المجال هذا مو بعذر. تبي توصل هذا اللي يقول لك اليوم مو مثل الشبعان. بس حبيتي تقول قاعد ملتهية بالأكل وأنا أسأل أصلاً لا معاي يعني صح وياك وياك أنا سمعت جانب أو جوانب. خلصتي السؤال أسأل أوكي. العنصر النسائي له دور وايد فعال، ولكن هل المرأة لها دعم تحسين من المجتمع من اللي حولها مثل الشاعر ولا لا؟ في مجتمعنا نشوف الدعم وايد كبير للمرأة صراحة في كل المجالات، بس أعتقد أن ونستاهل. أكيد تحسين المرأة مثل الرجل كدعم؟ الدعم أعتقد للمرأة أكبر صراحة يعني. حتى من الأهل؟ لا من المجتمع ومن قادتنا الحمد لله الدعم وايد كبير، هذا بسبب إيمانهم يعني بدور المرأة وإضافتها لكل جوانب الحياة. أكيد أخصص السؤال أكثر، هل أهلك دعموك في يوم أول يوم قلتي لهم أنا بصبح شاعرة، هل دعموك ولا عارضوا الفكرة؟ في البداية لا ما كان في دعم، بس مع الأيام يا الدعم. أقنعتيهم بكتاباتك علشان شي الحين يدعمونه؟ صحيح، ومو بس بكتاباتي يعني بكل إنجازاتي اللي سويتها حتى على مستوى الدراسة على مستوى العمل. هالأمور يعني لما يكون شخص ناجح فيها في إيمان حقيقة شخصيتك. صحيح سهام السؤال عندك انا وتكل دوري. ابراهيم انت شاستر طبعا انت ما تدري المخرج شوي يضحك معانا ويسولف علينا عشان شي خلينا نضحك. ابراهيم ما شاء الله عليك عملت مع كوادر اماراتيه، خلينا نتكلم عن هذا الجانب. اشتغلت فيلم زجاجة الفطر. نعم هذه التجربه خبرنا عن هذه التجربه. انا وقت سولف كان فيلم من تاليفي. نعم. إخراج المخرج الإماراتي خليل إبراهيم. نعم. كان في مجموعة من الممثلين في الإمارات ومن السلطنة. العمل هذا يميز حاجة يعني يميز أنا فيه كوكتيل حلو بالنسبة للكادر الفني اللي مشتغل عمل كامل. نعم. بالنسبة للممثلين تقريبا في من فلسطين، في من سوريا، في من حلو. الإمارات. يعني الوطن العربي. في من عمان. الطاقم الفني من دول مختلفة يعني سوين تشكيلة حلوة توليفة يعني. حلوة أيوة. والحمد لله نعم. العمل كان يتكلم عن قسوة ضد المرأة أو يعني كذي في جانب من قسوة المرأة أو تعنيف المرأة. أوكي نعم. حريت المرأة هي قصتها. أنت ما يستوي إحنا ناكل وأنتوا ما تأكلون يعني. لا كلنا نحن تحت الهواء لا ما بتح عادي على صراحة عادي خذوا راحتكم يعني خذوا راحتكم. قصت لكم موز بعد ما تقولون يعني ما حد قهوانا ما سوالنا سافر شاي قهوة خذوا راحتكم مرة والله تفاولوا عادي. زينب من هو الناقد الأول لكتاباتك؟ هل هو القارئ أو الناس اللي حولك أو ذاتك؟ كلهم صحيح. أنا ولكن من اللي تتأثرين في نقده يعني أن فعلا تحسين أن معاه حق؟ لما أعرضها على ناقد مثلا أو بعض الصديقات الشاعرات أخذ الآراء بعين الاعتبار، بس أنا مثلا لما أنا لي رأي في قصيدتي أيضا مثل ما يعني القارئ له أو الناس المقربين، فأتركها في بعض الأحيان فترة وأرجع لها أقرأها بعين جديدة وبروح جديدة. حلو. فأقدر أنقحها بنفسي وبعد هاي المرحلة أعرضها على الأشخاص الآخرين. نعم. إذا تكلمنا عن الأفلام القصيرة نشوف المشاهد اليوم فعلا يركز على الأفلام القصيرة أكثر من نقول المسرحيات الطويلة أو البرامج التلفزيونية أو غيرها، ليش؟ أكيد لأن العصر صار عصر السرعة. نعم. يعني أنت لما تشوف فيلم مدته ساعة ونص يعني مهما كان الفيلم شيق ومهما كان فيه يستهويك يعني بس فيه بيكون جانب من الملل، هذا الجانب الأول. لأن الحين معظم الأعمال الفنية اللي أنت تشوفها أكيد أنك تشوفها عن طريق تلفون، توافقوني في هالشيء يعني صح. لأن التلفزيون نادر ما حد يروح يجلس مستوى ديكور الحين بس أيوة
انزين معظم سهام شو هالكلام؟ لا حتى شو هالكلام؟ لا بس الا قناه الفجيره غير يعني قناه الفجيره رقم واحد وخلاص. زين اوكي بس هم يشوفونها ترى بالبث المباشر دايركت على الموبايل. انا هلا اشوفها على طول. لا حتى التلفزيون تلفزيون فجيره. اوكي شو الكلام سيهام؟ خلاص انا اسفه. اوكي لا صحيح واقعيه سيهام. لا مو واقعيه. لا صارت تستهوي الناس اكثر لانك انت بتشوف موضوع متلخص في مثلا خمس دقائق فما فوق حد مثلا ماكسيموم 20 دقيقه وبتوصلك الفكره وبيوصلك هذاك الابداع اللي في العمل اذا كان من نص او اخراج او ممثلين وانت على طول يعني بدل ما تروح تحضر فيلم ساعتين او ساعه ونص وكذا. نعم كذا يعني اشوفها من وجهه نظر يعني هو قصر العمل مثلا سواء كان العمل كتابي او مثلا فيلم او غيره انا اشوف انه يعني تختزل فيه كل المادة في فترة قصيرة أو حتى في قصيدة في أبيات وتكون متعوب عليها ومتقنة أفضل من المط في الفكرة صحيح. يعني بدون هدف الحشو نقول إيه الحشو صحيح. إنزين بالنسبة للحشو على موضوع الحشو الشعر العمودي والشعر الحر تحسين أي واحد هو الأسهل واللي أعمق تعبيرا واللي أنت تلقين نفسك فيه؟ أنا أحب شعر التفعيلة أكثر تفعيلة بالأمانة. لسلاسته وعذوبته ايضا يعطيك مساحه يعني من الكتابه والتجريب في بس قيد واحد اللي هو قيد الوزن بعيد عن قيد القافيه فهذا التوسع في القصيده والانفتاح فيها يعني يعطيك في النهايه نص جميل غنائي موسيقي ويحب الجمهور اكثر يعني صحيح. وفي الاغاني حتى تتميز النصوص النصوص التفعيله شو رايك تختاري لنا كم من بيت من النصوص او الشعر التفعيله قالك طيب يلا اقول يلي السماك بوصلنا ما امطرت الا جفا لليوم اذا طل الوفا من نافذه عمري انا اتساءل من هو اللي بيرجع لنا عطر الوفا روح العلاقات القديمة وابتسامات الصباح يلي تعيش بذاكرة صبحي وأنا أعيش لأشيائك أذكر براءة وصلنا عشاق والدنيا مطر نفرش أمانينا على صدر السماء وندعي ونخيط هالفرحة عمر يا رب إذا ما كان بالدنيا لقى لا تروح هالفرصة هدر لكنها راحت مع اللي من سنيني راح يلي خريفك طيح أيامي ورق وتبدلت فيني الفصول من بيننا وجه سرق حظه من البسمة ذبول ليت الجفا لما على بابي طرق خذني الهوى عنه وشاح ولا على طار الجفا ليتك معلي من عيوني غصنهم طاح سلام الشاعر كتاباته هي مرآة لي داخله كل شيء يشعر فيه صحيح. الاول قلتي الحظ فقير الحظ والحين حنين هل هي فعلا هذه انت يعني اكيد كل حاله شعوريه اعيشها او مثلا حتى ممكن اتبناها انا كشاعره نعم راح تكون موجوده في القصيده يعني ما شاء الله تتخيلين ولا تكتبين واقع الاثنين الاثنين حلو. المكس ما بين الواقع فعلا والخيال هذا هو روح الابداع ابراهيم ما شاء الله عليك قدمت افلام توعويه وتثقيفيه خلينا نتكلم عن هذا الجانب قدمت شو نوع البرامج يعني بالضبط اللي قدمتها قدمت برامج مثلا بالنسبه للافلام التوعويه نعم واذا كان افلام توعويه او افلام قصيره فيها جانب توعوي نعم تتكلم عن شو تتكلم عن أمور مختلفة وأنا ركزت أكثر شيء عن الأمور الإنسانية مثلا السرطان التوحد المتلازمة داون مثلا عن المسنين والتعامل مع المسنين مثلا عن المرور كذا يعني الأمور اللي تخص هذه الجوانب يعني في فيلم بنشوفه لك الحين فيلم توعوي قدمته بنستعرضه مع المشاهدين إن شاء الله بكم. أنا الطالبة الكوثر بنت محمد من حمود الحبسية من مدرسة الفتح للتعليم الأساسي قسمنا الشرط الصغير إلى مجموعتين المجموعة ألف والمجموعة باء
خير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معك الشيطة عبد العزيز بن سعود الحبسي. تفضل. هل يمكنني تقييمك في القيادة؟ نعم. قف، تجاوزت السرعة المسموحة. السرعة في هذا المكان 50. تفضل، هذه مخالفة لأنك تكلمت في الهاتف. إن شاء الله ما أتكلم مرة أخرى. عمي انت واقف خطا في المواقف، لو انت ما اخذ ثلاث مواقف بس صحيح مخالفة. انت ما حد واقف، لا وحدي انا واقف، يعني ما يصير اخذ ثلاث مواقف؟ ما يصير. كيف اوقف اذا؟ اعطيني رخصة القيادة. لفى في الاكل. مخالفه حزام الامان. مخالفة في الوقوف في أماكن خاطئة. والسيارة كم عدد المخالفات التي حصلتم عليها اليوم؟ لقد حصلنا على 8 مخالفات مرورية. الفريق باء، كم عدد المخالفات التي حصلتم عليها اليوم؟ لقد حصلنا على 6 مخالفات مرورية. اللي بنتكلم عن الله يعطيك العافيه على هذا العمل، شو القيم اللي تبون ترسلونها او الرساله اللي بتوصلونها حق المشاهد من خلال هذا الفيلم التوعوي؟ الرساله الاولى توعيه طلاب المدارس او صغار السن عن المرور، وحنا اشتغلنا العمل هذا العام الماضي، والسنه هاي اشتغلنا نفس العمل بس بطريقه مختلفه. يتكلم عن المرور او السلامه المروريه. نعم. واخترنا فيها الاطفال اللي تقدم الرساله بدل الشخص الكبير. نعم. تعرفين صار ناس تتقبل من الطفل ومن كبير السن أكثر من الشخص العادي، هذا اللي ألاحظه يعني. خاصة الرسائل التوعوية أحس. وخاصة الطفل لو تحطيه في هالموقف بروحه يزرع معاه هذه القيمة. صحيح. أنه هو خلاص تنبني معاه هذه القيمة ويرسلها للشخص الآخر. وما شاء الله العمل حقق نجاحات كبيرة ومشاهدات كبيرة على اليوتيوب، تقريبا ما وصل 4 مليون مشاهدة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني في خلال فتره بسيطه استفز الناس وكثير حصلنا تعليقات وكذا. هذا التوعوي الجانب. نعم. الوثائقي. الجانب الوثائقي اشتغلت عمل مثل ما ذكرت البدايه أصايل العمانيه، اشتغلت عن الخط العربي، السياحه في عمان، شو من اعمال بعد، سياحه عن عمان يعني جلت على السلطنه كلها. أو. مثلا مناطق هذه كذا. ايوه. شو الجوانب اللي حاولت تظهرها فيها؟ الجوانب اللي أحس على أن الناس ما تعرف عن السلطنة في الجوانب السياحية. نعم. مثلاً ركزت على مثلاً الجانب الأثار أكثر في ولايات ما مشهورة في الجوانب الأثرية. نعم. مثلاً أو في الجبال. لأن نحن معروف معنا في السلطنة أكثر شيء صلالة. صحيح. الأيام الشتوية فقط. أما الأماكن الثانية. المغامرات اللي ممكن تصير على أن السائح يحصلها، مثلاً التزلق على الحبال، النزول من مرتفعات كذا. يعني حاولت اني جوانب ما مطروحه من اول. انا اي عمل اكون فيه حاول اشوف اضيف فيه شيء جديد، يعني شيء ما موجود اتابع، او حاول اني اكون مطلع على الاعمال السابقه حتى ما تتداخل، حتى اطرح شيء جديد. يعني لان كنت بتروح مسوي عمل كوبي بيست من عمل سابق، انت ما بيضيف لك شيء، بالعكس يمكن على انه يضرك. مقلد بيكون. يعني اذا صح زينب، تنتمين لعائلة تهتم بالأدب وايد. صحيح. هذه البيئة المحيطة فيك كيف أثرت فيك كشاعرة؟ والله من الطفولة، يعني لما كنت ألجأ لمكتبة الوالد فيها كتب الأدب وفيها هذه اهتمامات يعني الأسرة وتخصصات خواتي أيضا، فكانت يعني متاحة بالنسبة لي، فكنت أقرأ كتب حتى أكبر من عمري يعني في الأدب وفي الأشعار وفي كذا، فهي حققت لي هاي الخطوه الاولى في المعرفه والاطلاع. نعم. الله يعطيكم العافيه. كل التوفيق لكم يا رب. اكيد طبعا ركن التراث زميلتنا عواطف خالاتي هناك المبدعات يترييوكم يوم تنقلون من هناك لقسمنا تقولين بنات. أيه. الحين بننتقل يا بنات. يا بناتنا. اي انتوا اليوم بنات. الله يعطيكم العافيه. ربي عافيه. الله يعافيك. تفضلي. يعطيكم العافية ضيوفنا بعد شوي، بعد عافية. إن شاء الله بيون صوبنا وبنقهويهم إن شاء الله. الحين بنكون ويا محمد. اليوم كنا نسولف أنا وياها عن الحريم قبل وفي رمضان كيف كان دور المرأة مهم وش كثر كان أصعب
يعني كل الأشياء كانت أصعب، فخبريني عن يعني شيء. أكيد طبعاً أن المرأة دورها وايد مهم، أو مهم يعني صحيح. زمان الحين ممكن أسهل، بس الأول وايد تشقى الحرمة وتتعب. يعني تعرفي خصوصاً أيام رمضان، قبل رمضان يمكن بشهر يحضروا الحطب، يروحوا ما حد وين يجيبوا الحطب من وين، يحضروا الحطب يعني أول كان هالخبيص والهذا ما يجيبوا جاهز، يعني يبوا العيش ليش الأول يغسلوا ويبسوا ويطحنوا يعني عشان يسووا الخبيص ويسووا العرسي. العرسية احنا عندنا بعد نفس الشيء، الهريس كله على الضوء، كانوا يعني يشتغلوا القهوة، القهوة كانوا يعني يبوها ويقلوا يوم بيوم أو حد منهم يقلوا يومين يعني ويخلي يعني ماشي. كان عندهم يعني في عندهم أول هاي بعد في ماكينة، بس هم أكتر شيء على المنحاز والأرشاد يدقوا القهوة. يعني الصراحة وايد صعب كانوا. بعدين تعرفي أيام الحر كانوا الخبز يخبزوا على الضوء، يطبخوا على الضوء، الدح ويسيروا عندهم غنم، عندهم البقر، عندهم يحلبوا يخضوا يعني لبن، يحلبوا يسووا الجامي، يسووا السمن، يسووا كل هذا في أيام رمضان. زائد بعد في اليهال، اليهال بعد يعني ما عندهم مثل أول ما عندهم شغالات وهذه يعني معتمد على الله وعلى أنفسهم. اليهال يلعبوا في الحوش وفي العشاء، يعني الحوش يلعبوا، والأم هي تشتغل تطبخ وتنفخ، مثل ما يقول مثل تطبخ وتنفخ وتسوي كل شيء وتجهز كل شيء. مسكينة تتعب يعني العافية. يعني شغلهم وايد يعني انت تعرفين الأول هذا، حتى البقرة الأول من وين يجيبوا أكلهم؟ يروحوا النخيل، يروحوا الزرايب مال النخيل، يجيبوا ماندلون الأكل عشان يطبخوا، بس لا يحضروا الأكل لين البهايم. ما مثل الحين يصير يجيب سمبوس وش يسوي بسبوس وش يسوي هذا شعير وما أدري شو هذا ويعطلوش. لا أول تاكل احنا يوم صغار كانت يعطونا تمر، تمر ناكل الغنم، ويقول لنا يعني مثلا لما تقول يوم تساعدون خلوا كنت تساعدين ايه ساعد امي، يعني تقول لنا يعني اذا ما بتعطي شيء يوم تطعم الشياب بتكبر بتولد بنحل صخله، يعني بعطيش يوم تولد صخله يعني ينحلونا يعني هوش من عند من هذا عشان احنا نروح ناكلهم بايدنا الهوش. حتى الحليب امي انا علمتني كيف احلب البقره، بس يوم ايلس الحليب يطيح عني ومنه تضربني يعني ما نعرف بعد نصب، بس اكيد تعلمتي. هي تعلمت لحد الحين كل شيء اعرف، لان تعلمنا من صغرنا هالشيء عندهم هي، والحمد لله وعايشين براحه والحمد لله. وعن سوالف قبل يعني بعد رمضان الحريم يفطروا مع بعض يعني اليران، رغم انهم شغلهم وتعبهم وكل شيء، بس وقت المغرب الفطور مع بعض، اليران مع بعض كلهم مع بعض، هذه يا بشي وهذه يا بشي وهذه، ويتفطروا الريايل نفس الشيء يفطروا مع بعض. هذا بعد صلاة العشاء بعد يروح يتقهوى يوم بيت لبيت، والريايل نفس الشيء. الحين وين راح هذا كل شيء؟ والأول هذا كل اللي عرفناه. الحين ما فيها الجمعات؟ في الجمعات بس ما مثل أول، غير يعني تحسيهم غير يتجمعوا أكثر يعني، رغم تعبهم وقساوتهم وشغلهم اللي في النخل واللي في البحر واللي ما أدري شو، بعد ذلك إنهم يتجمعوا ما يتفلك. الحين يعني شغالهم اللي شغال اللي فرقتهم الحين وايد يعني، بس هم يتجمعوا بقى، بس ما مثل اول، ما مثل الاول. نعم. بس بعده يعني يوم الجمعه يوم الخميس الا ما يتجمعوا في البيت، نعم نعم، ويفطروا مع بعض وهذا. بس الاول كان اليران كلهم مع بعض يعني يفطروا الحريم ولا الرياي يعني، قال تادي قال تادي الله عونش. هي حتى المراه اول يوم تمرض ويوم هذا يا ريتها تكون لها تولد، المراه اللي يا ريتها تكون لها تشتغل وتجيب لها وتجهز لها كل شيء في كل تعاون. معنى صعب يعني على الصعب إنه واحد يجهز بدال شخصين، لأن بدال بيت واحد يكون صعب. نعم، ولكنهم في تعاون وما زال في تعاون يعني، بس ما لهك الزود يعني مثل أول يعني، والحمد لله. خلي بالي أول يوم بديتي تصومين تذكرين؟ يوم يوم صوم، لا يقول لي أنا يعني يوم صوم صغار ما نقدر نصوم، فتقول أمي أبوي شوفي، إحنا كنا على بلد نقول شوفي أبوي أنت صايمة، روحي اكلي من وسط اليراب التمر او شربي من وسط اليحلي من الحب شربي شيء لي غرب، وما يفطر يعني نصدق ونسير هناك ونسوي نفس الشيء، احنا نفطر اثرينا واحنا ما نعرف. وعقب شوي 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 تعودنا عاد على الصيام وصمنا. بس متى مثلا اذا المغرب عشان اكل حر وما يعني كان الجو حار، هي ولكن حلو والله حلو كان الجو. عشتي الحين اجواء قبل؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى ولو كنا صعب بس حسنا برفاهية والحمد لله وعشنا بكل شيء يعني الحمد لله رب العالمين. بس تغيرت الأوضاع، يعني قبل شوي قلت تقولين لي عن قبل يوم كنتوا تسيرون دبي. هي يسير أول بزي السيائر هنا، لكن أول كان السيائر قرقرة
المواتر يعني يوم يصير ما من حين الطرق معبده وهذا اول ما في ياخذ وقت ياخذ وقت يعني يصير يعني يشتروا يعني يبيع اول تجار يعني عندنا حريم تجار عندنا حتى انا اروح بعد كنت تاجره صرت اصير اشتري هوي بعد كنت يعني من دبي من دبي كنت يعني والرحله كم كانت تاخذ منك يعني لين توصلين دبي يعني وايد الصراحه يعني لانها شو تعب وخصوصا يوم كان في يوم في مطر وديان تحذروا هذا توقف سياره ما تطوف لين ما يوقف المطر او الوادي يوقف شوي عشان الناس الحمد لله الحين بعد عندنا اجواء حلوه الحمد لله والوادي طيح لنا احنا البحر يمنع بين البلد القريه هذه والقريه هذه فيمنع لا هذا لا يقدر يصير لا هذا لا يقدر يو انا بين احنا مثلا العكاميه وصنبريد في وادي هذا الوادي يقطع يعني ما تقدري الحين احنا يوم فتره ايه احنا يوم ابوي صار بنسير هذا يسوينا هنا على كتفه ومشكين يمشينا في وسط الماء عشان نسير الصوب الثاني اي والله هذه هاك حلوه اجواء قبل وما نمل دائما من السوالف الطيبين نفس ما يسوون السوالف الاوليين في وايد العابهم هذا يعني احنا كل يوم بنسولف عن الموضوع ان شاء الله يعطيك العافيه خلاص بعدنا دائما في ركن تراثنا احنا متواصلين ويا فقراتنا في برنامج افواله خلكم ويانا ننتقل لفاصل ومن بعد راجعين حياكم الله مشاهدينا انا بعرف معنى اسمي مروه قبل شوي تحت الهواء كانت تقول لكم معنى اسمي شو معنى بس اسمي بس بشرط تضحكين نفس الضحكه هو انا اضحك اضحك شو اسوي مشكله ضحكتي مو حلوه وحده اسمها سهم دعمتها سياره صار اسمها سهم كل سهم راح بصوب شو اسوي حلو سوي انت وعدتيني انك تضحكين نفس الضحك شوفي هو بروحه بتطلع كذي شو قالت تحت الهواء عواطف ساعديني هي ضحكت شو الضحكه ما لا داعي قهقه واضح حقها بيت ولا قهقه مو عارف يلا الله يعطيكم العافيه استاذ ابراهيم ما شاء الله عليك لك برامج واعمال تلفزيونيه كثيره خلينا نتكلم عن هذه الاعمال الاعمال للسنه ولا الاعمال الماضيه اعمال ككل من البرامج التلفزيونيه رمضان زمان اللي يتكلم نفس تقريبا الركن التراثي عن رمضان كيف الماضي كان غشيتهم منه يعني لا احنا اول احنا من العام الماضي انزين ونعرض في قناه الاستقامه الفضائيه في سلطنه عمان وحقق الحمد لله رواج من هذا البرنامج اوجه تحيه لزميلي احمد السكيتي اللي كان ماسك المونتاج وكان سعد الايمن في هذا البرنامج يعني هذه السنه رسائل على السريع هو برنامج الشهيديني لقناة الاستقامة ويبث في تلفزيون الاستقامة مثل ما قلت على الساعة 9:30 تقريبا كذا من البرامج نفس الشيء ضيف الدار نستضيف فيه شخصيات شعراء ممثلين مطربين على مستوى الخليج يعني في قناة سند الفضائية وكذا برنامج يعني ترحيب وهلا وكذا ما اذكر صراحه حتى الترحيب بعد خاصه بالتراث يعني دائما او عندي سؤال ثاني ليش دائما البرامج التراثيه تستهوي المشاهد اكثر يعني تشوف انه فعلا اذا طلع مسلسل او حتى احنا المشاهدات معانا ترى مو عشان انا ومروه عشان ركن التراث اكثر شيء لا صحيح لان صار المشاهد متعطش يبي يعرف عن الماضي لان الحين وين بيشوف الماضي الا اذا شافه في متحف او في تلفزيون يعني ما بيشوفه في مكان يعني يبي يغير عن حضاره يبي يغير عن مثلا يشوف حاجات جديده بشوف قديمه كيف اهله كانوا عايشين واجداد الاولين وكذا وصراحه انا معك يعني تحقق مشاهدات عاليه كثير واللي خاص اللي يشاهدونها في شباب ترى ما في كبار السن في شباب هم اللي يشاهدون الاعمال مثل هذه بالنسبه للمسلسلات السنه كان معانا مسلسل مشاوير التاكسي هو مسلسل كوميدي اجتماعي يتكلم عن صاحب تاكسي له مشاوير مختلفه وكل مشوار يصير له مواقف كوميديه من بطولة الممثل سليمان الخاطري ومن تاليفي وإخراجي وإنتاج شركة عمان ميديا الإنتاج الفني ويعرض في قناة سند الفضائية والحمد لله حقق نجاحات كبيرة يعني هذا العمل ومشاهدات عالية وحصلنا على ردود محفزة يعني عشان نستمر في هذا الجانب أنا طبعا أول مرة هذه أول تجربة في مجال الكوميديا يعني ما جربت من أول هذا المجال بس الحمد لله حس وجه خير يعني هذا الشهر القضيه زينب نحن وصلنا الحين لعصر
النهضة والتقدم ومع خلينا نقول التكنولوجيا الرقمية، هل ساهمت بشكل سلبي أم إيجابي على الشعر في وقتنا الحالي؟ لا والله ساهمت بشكل إيجابي وقصرت المسافات ما بين كل شاعر والآخر أو ما بين الشاعر والمتلقي أو حتى على مستوى الكتابة الأدبية بشكل عام. سهلت التقاء مثلا خلينا نقول الناقد بالكاتب، فهالشيء أكيد يعود بالنفع على الشاعر وعلى الأدب بشكل عام. نعم. فكان أثرها إيجابي. نعم. لك مشاركات ما شاء الله أستاذ إبراهيم في مهرجانات كثيرة، خلينا نتكلم عن هذه المهرجانات والمشاركات اللي شاركت فيها. شاركت في مهرجان التلفزيون الخليجي 2017 في المصايل العمانية. نعم. وحقق مثل ما قلت رأي كبير في المهرجان وحصل على المركز الثالث في تقييم الأفلام الوثائقية الحمد لله يعني، وهذه أول تجربة لي في الأفلام الوثائقية. يعني الواحد لما حقق نجاح من أول تجربة يسويها أكيد أنه بيعطيه حافز كبير عشان أنه يستمر وعشان أنه يقدم أفضل. مثل ما قلت يعني في البداية أنا كنت محظوظ في هذا الجانب كبدايتي يعني. عشان شيء أنت تقول محظوظ ومحظوظ، عشان شيء لازم تنظر إلى العالمية. أرجع مرة ثانية للنقطة. الحمد لله رب العالمين. وشارك نفس الشيء في المهرجان اللي قدمه شون البلاط السلطاني في السلطنة الأفلام القصيرة، وحصلت على المركز الخامس عن فيلم من أجل الحياة اللي يتكلم معاناة أطفال أفريقيا في شح المياه. هذا الجانب كانت فكرته شوي جديدة واستهوت المشاهدين. نعم. والحمد لله أنا ما أحب أني كثير أشارك في المهرجانات والمسابقات، يعني ما على سبب أني خايف من النتيجة أو شيء، بس أحيانا يكون العمل أنت تبى في وقت معين يظهر، والمسابقات تعرفون عليها محكورة في فترة معينة. والمسابقات معانا في الخليج بشكل عام معظمها من شهر 12 إلى شهر 3 معظمها بهذا التوقيت يعني. نعم. يعني وبتخلي عمل أنت جاهز وكذا ما بتعرضه لمدة سنة، أنا صراحة عندي شوية فضول بأطرح أول بأول ما بعد. ما شاء الله عليك. خليه مدة سنة. زينب خبرتينا قبل شوي أنك تفضلين شعر التفعيلة عن باقي يعني الشعر. هل جربتي كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى؟ فعلا جربت، بس كنت يعني ما يعني كتبت مثلا مقاطع تفعيلة وفي العمودية كنت أكتبها وتغنى مثلا أيام الجامعة، فكنت أخاف فما أطلع عن بحر المتقارب مثلا، أكتب نعم. دائما على نفس البحر وتكون قصائد رباعية. نعم. بس إنه ما يعني ما استمريت أو ما أكتب يعني بشكل عام الفصيح. تحسين إنه يعبر عنك أكثر بلهجتك؟ أسهل لي أسهل ويعبر عن الشعر باللهجة اللي أستخدمها في حديثي اليومي أكيد. نعم. وهي أقرب بعد للمستمع حق أي شخص. للمستمع يعني طبيعتنا طبيعة مجتمعنا. أيضا أحس أنها توصل للمتلقي أسرع. أكيد. صحيح. اللهجة العامية. سوالفكم حلوة ويلفعكم أحلى. بس أكيد هناك. ومر الوقت بسرعة. عواطف الترياكم هي وفوالتها ويا خالتي. يلا. حياكم الله. معركنا الثلاث مع زميلتنا عواطف. أنا من كثر ما خلصت الجيمات الدبس حرقني يعني. بالعافية. على قلبك. كلها خلصتها. بالعافية. عليكم السلام. يا هلا والله تفضلي. كيف حالك؟ خالتي ايش حالك؟ كيف حالكم؟ حياك الله. طيبين الله. أدري هم باركوا لكم بالشهر، بس إحنا مرة ثانية نبارك لكم بالشهر. جزاكم الله خير. شو أخباركم؟ الله يبارك. الشعرة زينب والمخرج والكاتب إبراهيم، إحنا دائما نبدأ بالعنصر النسائي. زينب قولي لنا شيء، بما أننا نحن هني في قسم التراث دائما نسلط الضوء على الأشياء التراثية، الأشياء الجديدة دائما نحبها. عندك قصيدة وطنية تراثية شيء تسمعين لنا شيء؟ عندي قصيدة وطنية ممكن ألقيها، طبعا كتبتها في الشيخ زايد. جميل. بيض الله ثرى، طيب الله ثرى. أقول فيها على الوطن أو على الذي فارق وطن، أبتدي بالفاتحة وحروفها عالذي ترفل بها أحياء المدن، خيرهم صافح بياض كفوفها. عالوطن أو عالذي فارق وطن، أبتدي بالفاتحة وحروفها عالذي ترفل بها أحياء المدن، خيرهم صافح بياض كفوفها. ساند شعوب مزاحمها الوهن، وزاحم من معتلي عكتوفها، لنخفض سقف الشعوب ابن الوهن، راح يرفع بالأمان سقوفها. قيمة الإنسان أكدها بثمن، فوق كل المعطيات يشوفها.
يا بلاد الخير والدنيا محن والظروف تزورنا بصنوفها لو تراءت علمدى رجفة أمن والمساعي تباعدت بصفوفها سلمي الأجيال منهاج الوطن بارك المسعى وطول وقوفها. ما شاء الله عليك وصحة لسانك يعطيك العافية وكلمات حلوة وحلو اختيارك بعد الكلمات فيها شيء تراثي يعني فيها كلمات قديمة كلمات إماراتية. نروح شوي بعد ويا الأستاذ إبراهيم. عندك فيلم توعوي من الأفلام اللي تسويها أو أخرجت شيء تراثي يعني اهتميت أن أنت تسوي شيء يخص الجانب التراثي أو أن أنت تعرف التراث بالأجيال الجديدة؟ العام الماضي كانت في تجربة برنامج رمضان زمان وهو يخص هذا الجانب. نستضيف فيه كبار السن يتكلمون عن رمضان كيف كان في الماضي وكان لكل حلقة موضوع معين مثلا كيف أول رمضان قبل رمضان أول مثلا العادات والتقاليد اللي تصير الطقوس الرمضانية بالنسبة للأمة ومثلا الأكلات اللي تصير في رمضان عن مواضيع مختلفة تخص كبار السن. والعمل مثل ما قلت نحقق مشاهدات الحمد لله راضين عنها وعرض في قناة الاستقامة الفضائية في سلطنة عمان. وهذه السنة كانت في تجربة فيلم قصير هو فيلم كان اللي عرضه قبل شوية في نفس الشيء جانب تراثي يتكلم عن الحياة العمانية في الماضي مثلا من ناحية قرصنا فيه على العادات والتقاليد على اللبس العماني القديم الأسلحة المستخدمة في ذلك الوقت القديمة مثلا عتاد الإبل كيف يكون عتاد البوش من ناحية مثلا الحاجات اللي هم يستخدمونها وكذي يعني هذا شوية فيه جانب تراثي وحلو. تأثرت بقصص الأوليين يعني خلال إخراجك لهذا البرنامج أكيد سمعت وايد قصص سمعت وايد من الأوليين في قصة تأثرت فيها تتذكرها الحين لا الحين لا لا بس سامع وايد عن قصص الأولين أو نحن في قسم التراث دائما يكون عندنا أكلة شيء تراثية. شو أكثر أكلة تحبونها في رمضان يعني أكلة شيء تذكركم بهذه الأجواء علشان الخالة بقول قيمات عشان خالة خالة أم سعيد يعطيها العافية لا أم سعيد أم خميس أم خميس خالة أم خميس يعطيك العافية يعني إذا قلنا وجبة ثانية أنت بتصعل ها بتزعل إذا قلنا وجبة ثانية والقيمات قدامنا لا لان صدق في يعني في اكلات يمكن نشوفها كل يوم بس في رمضان يكون لها شيء غير يعني تحس ان لها معزه خاصه في شهر رمضان صحيح. فشو اكثر اكله تحبين؟ انا احب الجيمات بعد اليوم احنا كلنا الجيمات خلو مريم قالوا شوي كانت تتكلم عن قبل وكيف كانت الحياه اصعب والحين وكيف الاشياء تغيرت تغير بالنسبه لك لما تذكرين طفولتك تحسين في شيء تغير في رمضان؟ في صعوبات يعني مثلاً بالنسبة للأمهات كانت في صعوبات معينة يعيشونها اليوم نحن عندنا صعوبات يعني مختلفة صحيح مثلاً تحديات العمل والمثلاً الدراسة أو غيرها على حسب كل فرد شنو يعني عايش حياته وشنو يواجه منها صح. وبعضهم يعني تكون هي موظفة وبعد عندها شغل في البيت وعندها يهال صحيح. وأحياناً إذا عندك موهبة أيضاً فمحتاجة تحطين لها وقت إلى جانب المسؤوليات كلها هذه يعني وتهتمين انت في هالجانب يعني ترك تخلين وقت حق موهبتك حق الشعر؟ والله احاول احيانا لكن ما انجح دائما بالتوازن. ما شاء الله عليك يعني احسك وايد يعني مع صغر عمرك لكن الكلمات اللي تستخدمينها القصيدة اللي تقولينها اشياء شكرا يعني احاول اعتني بقصيدتي للامانه يعني اشوف ان الشعر لابد الاعتناء فيه عشان يعني نقدم قصيدة جميلة يعني غير تقليدية وغير معتادة للمتلقي. يعطيك العافية. بعد أستاذ إبراهيم نفس السؤال لو بنطرحه عليك إنه كيف تقدر توفق يمكن الحياة الحين شوي نفس ما قالت في صعوبات نفس ما قبل كان في صعوبات الحين بعد في صعوبات كيف تقدر توفق بين إن تنمي هذه الموهبة وتحافظ عليها وبين إن أنت بعد تعيش حياتك الطبيعية؟ حاول أنا أحدد لكل شيء وقته يعني مثلاً الوقت اللي أكون فيه في الدوام خلاص أنا في الدوام من الساعة الفلانية للساعة الفلانية خلاص أكرس وقتي هذا وتطلع من الدوام خلاص دوام. ما نطلع من الدوام خلاص اهتميت نسكر هذا الباب خلاص كذا يعني مرتب أموري
يعطيكم العافية. حلوة هذه الأجواء التراثية، يمكن إحنا حاولنا كثر ما نقدر نعيشكم بالجو التراثي. بعد اليوم أم محمد قالت لنا عن أجواءهم قبل، يمكن قبل شوي أنتوا قلتوا ما تحبون، يعني ما تتذكرون وايد ذكريات الطفولة وذكريات بداية الصيام، لكن بعد كانت في أجواء حلوة يعني. صحيح كانت مختلفة لما كنا صغار، يعني نتنافس منو اللي راح يصوم، منو اللي راح يبدا، منو. فاليوم اختلفت خلاص، اعتدنا على الصيام واعتدنا على الصلاه، صلاه التراويح مثلا وهذه الامور. تسوين شي مسابقات عليها؟ يعني مرات نسوي، مرات نحاول ان احنا نشجعهم، نقعد نذكرهم على اساس ان احنا وايد سوالف الاولين، نقعد نذكر الاهل بهذه القصص على امل انهم يتعلمون. صحيح الاهل عندنا في العائله ما شاء الله هم يعني بداوا يصومون و لهم جوهم الخاص، يعني لأنه يتأثرون بالمدرسة وبثان عيال خواتي يتأثرون بالأم والأبو. صحيح تسمعون وايد هذه الكلمة، إن زمننا غير زمنكم، وأنتم زمنكم سهل وبسيط والأمور عادية. خاصية من كبار السن يقولون أنتم الحين مرتاحين وكذا، أول كان في صعوبة يمكن تكون أكثر من كذي من ناحية الصوم. هو فعلا يعني من ناحية الوقت أول والشغل أول كان مختلف، يعني من ناحية الوقت الحين يمكن يكون مريح بالنسبة للطبيعة المكان اللي أنت ساكن فيه، صح، أو وسيلة النقل أو أمور كثيرة يعني. صح. أول في صعوبة اللي بيروح لك مثلا مشوار يوم كامل وهو صايم على ظهر ناقة أو شيء، بتكون أموره أصعب يعني. صحيح. بعد نفس الشيء برايك إن نحن زمننا وايد أسهل؟ يلا زمن إحنا أسهل عن أولين بعد قبلين، إحنا أكثر يعني عانوا من هالشيء. صح. بعد جيل عن جيل يعني شوية أحسن عن الثاني، يعني هي أحسن عن الثاني. بس الحين تشتاقين لقبل ولا تحسين إنه يعني الأمور؟ أنا لا أشتاق لطفولتي الصراحة اللي عشتها. بعدك صغيرة خالص. هاي بعدك صغيرة خالص. بس والله نشتاق والله شيء، الطفولة حلوة، نلعب بالساحة، نلعب برا، نلعب بالرمل، نلعب على البحر، نلعب في كل مكان يعني. ما الحين حتى صح إن هينا أهلنا ضربونا ويسوونا، لكن عادي عندنا ما يهمنا. نسير النخال، نسير ما أدري شو، كان حلوة الأيام، حلوة يعني. ولكن الحين شو الشباب يقول روحوا لأنتوا، أنتوا دقة قديمة ما الأول، ما يعرفوا إنه اللي ما الأول ما الماضي ما الحاضر. هاي طبعًا دائمًا نقول اللي ما الماضي ما الحاضر. صحيح. نعم دائمًا يقول أنتوا ما الأول، شو ما الأول يعني، الواحد بيقول كلمة خلاص ما الأول. بالعكس حبيبي، تدو الخير والبركة، الخير والبركة. يعطيك العافية. يعطيك العافية ويعطيكم العافية ضيوفنا وتقهوا. الله يعافيك. نحن الوقت عدى فينا بسرعة، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لكم كل الشكر خالاتي وضيوفنا والبنات، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعطيك العافية ويعطي ضيوفنا العافية. الكاتب إبراهيم حمود الخميسي مؤلف ومخرج، والشاعر زينب الرفاعي، وخالاتي ما قصرتوا، الله يعطيكم العافية كلكم بياض ويه ما شاء الله عليكم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. الحين مروه حبيبتي وصلنا للختام، سهام تصبحين على ألف خير. خير يا ربي. مشاهدينا لا تنسون ترينا باكر في نفس الموعد بفوالتنا، إن شاء الله بتكون غير، وفوالة وضيوف إن شاء الله يداد. تصبحون على ألف خير على تلفزيون الفجيرة. الله يحفظكم. مع السلامة.